الكوبري بيصل بين جامعة القاهرة وبين منطقة بين السرايات. المنطقة دي فيها خدمات لطلاب جامعة القاهرة، فيها عدد من الطلاب مقيمين في الجامعة بيعبروا يوميا يمكن عدة مرات عشان ياخدوا خدماتهم من الجامعة وإلى المنطقة بين السرايات والعكس. في المدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة بنين، وأيضا في منطقة بين السرايات، فالعبور ده عبور كثيف بيؤدي أحيان كثيرة إلى كثافة مرورية عالية على شارع ثروت المؤدي إلى محور صفق اللبن. ووضع كوبري في هذه المنطقة كوبري مخدوم بسلم ثابت، سلم متحرك ومصعد كهربائي، ده بيؤثر على كل الانواع العابرين من الناحيه الصحيه انهم يعبروا في امان بعيدا عن حركه السيارات.